سيد القاضي، تقول هذه الأخت ليست بأختنا ضحية. لأنه في ذلك اليوم قام باستضافتها إلى حفل في بيته الخاص. نعم، وطبعا هذا مشي المتهم الأخلاقية بعد نهاية الحفل أراد شكرها. نعم، لسوء الحظ تحمس قليلا تقبله، فتحمست هي الأخرى. وكما تعلم سيد القاضي اثنان وثلاثهما الشيطان، لذا ننتظر من المتهم. السلام عليكم، حسن فلان. فرحان لأنني جيت عند هاد الشباب، فرحان بأنني نشاركهم هاد المهرجان، فرحان بهاد التكريم، لأنه التكريم هو اعتراف، وهاد الاعتراف كيبقى دائما، يعني كتقول يعني ميدالية عندي، لأن الاعتراف ديال الشباب ماشي سهل، لأنك تحس بأنك درتي شي حاجة وربحت على واحد القراد اللي هو من الشباب. هاد الحب ديالهم والتقدير ديالهم مهم جدا، فما يمكن احنا الجينيراسيون او الجيل القديم الا نكونوا مع الشباب، الا ندعمهم، الا نكونوا في جانبهم، نسمعوهم ويسمعونا، باش يمكن نمشيو بعيد، باش يمكن نبينوا المغرب الجديد، المغرب المتحضر، المغرب اللي إلا قالوا المغرب تقدم والمغرب غادي في الطريق الصحيح. خاصنا في جميع الميادين، ماشي غير الرياضة، بل حتى في الثقافة، الفن، في كل حاجة. يعني خاصنا نكونوا قويين بجميع المكونات ديال الشعب المغربي، حتى سياسيا، حتى الناس اللي كيديروا السياسة خاص يحسوا بأن وراهم واحد الجيل خاصو يسمعوه، واحد الجيل اللي خاصو بزاف ديال الدعم، واحد الجيل اللي خاص نعطيه الثقة باش يطيق في البلاد، وباش ما نساهموش ان نفقدوا لي جينيراسيون ديالنا، نفقدوا الشباب ويمشي يحرق. الى حس بالامان في المغرب غادي يبقى في المغرب وغادي يخدم البلاد، والمغرب محتاج لولاده، ولادو عندهم طاقات كبيرة. وخير دليل ان في الكره شكون اللي هاز الكره هما واحد الشباب 16 عام 17 عام 19 عام، وهذا مهم جدا. حتى في الثقافه راه كاين طاقات، لا في الاخراج، لا في التمثيل، لا في السيناريو. وإلا قلنا السيناريو راه نقولوا نور السقلي، يعني اقريو، يعني دريات شابات اللي اصبحوا من البنات اللي كيكتبوا السيناريو عن جداره واستحقاق. الاخراج كاين بزاف المخرجين اللي شباب اللي كنفتخروا بهم، اللي جابوا ميداليات، جابوا جوائز من دول عربيه وغربيه وافريقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. العيساوي عبد الله، مؤسس مهرجان الفيلم القصير ليوناردو دافنشي. اليوم كنشهدوا الدوره الثالثه المهرجان الفيلم القصير الدولي، اللي حقا هذه الدوره ان شاء الله غادي يكونوا فيها عده مفاجات، وفيها الحمد لله يعني مخرجين شباب اللي مشاركين معنا في هذه الدوره، ومشاركين يعني بواحد الثقل ديالهم باعمال الحمد لله يعني اللي هي متفوقه. وان شاء الله غادي تكون هذه الدوره يعني لجنه التحكيم انا اظن انه غادي يكون عندهم صعوبه باش يعني يتخيروا ما بين يعني هاد النخبه ديال المخرجين اللي مشاركين معنا هاد العام ان شاء الله في الاعمال ديالهم. ولكن حنا الحمد لله دوره على دوره المهرجان كياخذ واحد يعني واحد الطابع اللي هو الحمد لله دولي، وهذا هو الغرض بالنسبه لنا. ثاني حاجه يعني المهرجان هو واحد البوابه للشباب اللي كيقراوا في جميع المدارس كتعلق بالسمع البصري وبالسينما، واحد البوابه باننا كنشجعوهم وكنحفزوهم انهم يديروا اعمال ويشاركوا في هذا المهرجان، وعلاش لا ياخذوا جوائز. وحنا بالشركه ديالنا للانتاج كنحاولوا اننا ندعموا هاد الشباب
باش يعني يكون عندهم اعمال طيبه كندعموهم ماديا ومعنويا باش يكون عندهم اعمال اللي غادي يمكن لهم يشاركوا بها في هذا المهرجان وفي مهرجانات اخرى. دونك الحمد لله هذه الدوره الثالثه ديال هذا المهرجان وان شاء الله ما غتكونش اخر دوره غادي تكون ان شاء الله الرابعه والخامسه وعلاش لا حتى ان شاء الله نوصلوا لواحد يعني واحد المرتبه واحد الدرجه اللي تكون ان شاء الله مشرفه لمدينتنا اللي هي مدينه الرباط مدينه الانوار ولا الحمد لله على الصعيد الوطني. وكما قلت لكم احنا بالنسبه لنا يعني تشجيع اكثر من اي حاجه. كمال الرئيس ديال الجمعيه المغربيه للفنانين الاحرار والمدير ديال المهرجان الدولي ليونارد دو فانسي ديال الفيلم القصير. لي عظم الشرف اللي لبيتو الدعوه للتغطيه ديال هذا الحدث ديالنا اللي بالنسبه لنا ماشي ما راهوش حدث راه هو عرس. هذا العام هذا الفيستيفال كيعرف واحد التطور اللي بصح فاق التطور زعما التصور ديالنا سكو لي ديسيون الاولانيه كانت مهرجان وطني اللي كان بدات حلمه ما بين واحد ربعه ديال الناس من بعد كبرات لي ديسيون الثانيه اللي داز راسو من وطني لدولي مشاركه ديال ربعه ديال الافلام الدوليه ودابا كتعرف هذا العام هذا مشاركه ديال 10 ديال الافلام الدوليه وهذا شي حاجه اللي حنا اصلا ما كناش متوقعينها. واحد الكلمه نقولها لكم اللي بصح حنايا ما كنكبرش مي في الاختيار ديال الافلام حصلنا ولا باطي ميل ديالنا بلوكات لينا توصلنا اكثر من 300 كوغ متراج وهذا شي حاجه اللي حنايا بالنسبه لنا ما عمرنا كنا كنتوقعوا نوصلوا لهذه القضيه هذه. حنا مازال غير في الديبيو ديالنا مازالين عندنا بزاف ما غنعطيو لان الفيستيفال ما كيعرفش غير عباره ديال مهرجان عادي اللي كيتعرضوا فيه افلام كتعطى لو بري ديالو وصافي ولكن راه كنتبعوه بلا فورماسيون لان الناس اللي مشاركين هنايا غنختاروا منهم خمسه ديال المشاركين 16 فيلم مشاركين هنايا غير هبطوا الفون غادي يديروا واحد لا فورماسيون ديال خمسه يدير فيها خمس ايام وهاد لا فورماسيون غتكون سيرتيفيه. لا فورماسيون اللي قلنا غتعطى للدراري اللي هذه اول مره غدار العدد ديال الافلام اللي شاركوا فيهم اللي 300 وزياده ديال الافلام ودزنا من ربعه ديال الدول دزنا ال 10 ديال الدول مشاركه معنا بالافلام ديالها وحاجه اللي زوينه بزوينه بزاف اللي المغاربه خاصهم يكونوا فياغ بها سي كاينين افلام اللي جاونا على شان انترناسيونال وما قبلناهمش لان لا كاليتي ديال الافلام ديالنا في المغرب هربان عليهم بزاف. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.